هل ورد شيء عن فضل منتصف رجب أو ليلة 27 أو منتصف شعبان؟ شو يا أخوان، رجب كله ليس فيه فضيلة خاصة، لا صوم ولا صلاة ولا عمرة، هو كسائر الشهور، إلا أنه شهر حرام يحرم فيه القتال، فهو من الأشهر الحرم التي يحرم فيها القتال. وعلى خلاف بين العلماء هل تحريم القتال مستمر في هذه الأشهر أو نسخ بقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم خذوهم واحصروهم، على قولين، والصحيح أنه